يدفع الفضول كثيرا من المغاربة لمحاولة البحث في التفاصيل المتعلقة بالحياة اليومية للملك محمد السادس، والتساؤل كذلك عن الأجواء والطقوس داخل القصر خلال شهر رمضان، وكيف يقضي الملك يومه خلال هذا الشهر الفضيل. وخلال هذا الشهر المبارك يحرص الجالس على عرش المملكة على الاحتفاظ ببرنامجه اليومي المعتاد في الاستيقاظ بشكل مبكر خلال شهر رمضان، حيث يأخذ بعض الوقت في الاغتسال وتوضيب هندامه وفق النشاط الذي ينتظره رسميا كان أو خاصا، مع التركيز خلال شهر الصيام على اللباس المغربي الأصيل، إذ أن عمل خياط الملك المختص في اللباس التقليدي المغربي يعرف وتيرة نشاط متزايدة قبل حلول هذا الشهر. ثم بعد ذلك يأخذ الملك طريقه نحو مكتبه عبر حسان طريق مرجان في حال تواجده بالعاصمة الرباط، من أجل بدء عمله اليومي الذي يحرص دائما على أن يكون على الساعة 8:30. كالعادة يكون أول ما يطلع عليه الملك من تقارير في مكتبه بالديوان الملكي هو تقرير خاص بحالة الطقس التي ستشهدها المملكة قبل مباشرة باقي عناصر جدول الأعمال الخاص بذلك اليوم. بعد فترة العمل الصباحي يخصص الملك الجزء اللازم من وقته لأسرته وعائلته، حيث يحرص يوميا في حالة عدم السفر على قضاء فترة مع أبنائه وزوجته وأفراد من العائلة الملكية قبل أن يأخذ قيلولة قصيرة، وبما يكفي للعودة بنشاط إلى مزاولة مهامه وشؤونه الخاصة، خاصة وأن انشغال الملك بالجوانب الاجتماعية والإنسانية يتقوى كثيرا خلال شهر رمضان انسجابا مع الأجواء الروحية لهذا الشهر وكذا مع التقاليد المغربية المتوارثة في هذا الخصوص. للملك هوايات ورياضات معروفة عنه ولعه بها، وإذا كانت ممارسته لهذه الهوايات والرياضات في غير أيام رمضان تتم خلال الصباح، فإن الفترة المخصصة لها خلال شهر الصيام تنتقل إلى المساء، وذلك بعد انتهاء فترة المداومة المسائية التي يباشرها الملك في ديوانه أو في مواقع أخرى تبعا لنوعية أنشطته قبل حلول موعد الإفطار، وبعد الانتهاء من الدروس الحسنية التي حافظ عليها محمد السادس، بالإضافة إلى حفاظ العاهل المغربي على طقس خاص به وهو القيام بجولة في الأحياء الشعبية عبر سيارته التي يقودها بنفسه قبل موعد الإفطار وبدون مراسم بروتوكولية. بعد صلاة المغرب يتناول الملك إفطاره مع أسرته وأفراد من عائلته، حيث يحرص الملك على أن يكون موعد الإفطار مناسبة للحميمية العائلية، لكن ذلك لا يمنع من استضافة شخصية من أصدقاء الملك ومعاونيه وأحيانا من خارج دائرة القصر من عالم الثقافة والرياضة والسياسة أيضا، كما لا يمنع أيضا من استجابة الملك لدعوات للإفطار في بيوت بعض من أصدقائه أو من شخصية عامة مقربة من العائلة الملكية.